المبادرة متكونة من 140 طن من الفارينة والشوربة والسكر، ونشكرهم على هذه المبادرة، ونشكر فني السيد الوالي اللي راه واقف على هذه المبادرة الإنسانية. هذه القافلة هي محملة، هي عبارة عن 6 شاحنات محملة ب 120 طن من المواد الغذائية، هي عبارة عن تبرعات للمتعاملين الاقتصاديين والتجار الناشطين بولاية معسكر لإخوانهم الشعب الفلسطيني الشقيق.